كثير كانت هاي في البداية موضوع أمسك الكلام وأرسم أو ألون أكتب، هاي كانت زي عملية تمرين لحركة أصابعي. بس معي أنا كانت اتطورت بشكل ثاني لأني بحب الألوان وبحب أرسم. طبعا برسم من وأنا عن جد طفلة صغيرة، يعني بتحكي عن 4 سنين وثلاث سنين. زي ما حكيت إنه أنا مثلا بحب الألوان، وأنا صغيرة كنت كثير أحب الألوان، أحب أظني ألون أنسق الألوان، بحب كثير هاي الحركات. حتى انعكست على حياتي الطبيعية، يعني مثلا أوعية بحب أنسق الإشي، بحب يكون الأشياء بحب أخلط الألوان عشان أنتج شو بطلع لون. أرسم الستاف اللي كانوا دايما في المستشفى، كنت أرسم أكم رسمة هيك طبيعي بالطبيعة، عن الطبيعة فلسطين وأشياء زي الأقصى والقيامة وهيك. شكلت في الرسمات، يعني الرسم هو الشيء الوحيد اللي بقدر أسويه وبنتج فيه وبحسسني إنه أنا عم بسوي إشي. بعدين شو أحلى من إنه تسوي رسمة وحدا يعجب فيها كثير، أو تحسي هذا الشخص عن جد كثير حب الرسمة وحب إنك تكرري له واحدة وتنتين لأصدقاء ولا هاي كثير حلوة يعني. فبرسم بس ال شكل الرسمة بطلعه بالرصاص بهاي اليد. هلا بدي أكمل بحمل الورقة هيك، وأكيد رح تكون صعبة لأنه ما بقدر أحمل كتاب أو ما بقدر أحمل إشي جامد ورا الورقة، فبالتالي بحملها هيك وبكمل في تمي. هلا بعد ما أحس إنه كل شيء كامل بالرصاص بعمل سكان وبدخلها على اللابتوب وبصير أشتغل مع الماوس إنه ألون وهيك.